عني زي الناس. انا لو الحر حره، انا والله حره، ولا لا بطلع من بلدي ولا بطلع من مكان، بس كل الناس اخلوا وانا قلت في الدخل زيهم. انا ايش يعني بضل لحالي؟ قالوا لي اقعد هين احنا قاعدين. والله انا من انا لحالي والله بخاف. فأنا ببعث كل تحية لكل إنسان صامد في المخيم، لكل إنسان ضال في المخيم، لكل إنسان بدور على البقاء في المخيم. إحنا ضد أي إنسان بينزح من المخيم. لحتى هذه الساعة إحنا شعبنا شعب مقاوم وشعب بيقدم، وإحنا حنضلنا إن شاء الله نقدم.